الحكومة دائما لابد تعالج جميع الأضرار اللي تقع على البورصة، سواء يعني هناك يعني تأثر واضح لصغار المستثمرين، وعلى الحكومة أن تدارك هذا النزول اللي دائما يكون سبب أمور اقتصادية سواء عالمية أو داخلية. فيجب على الحكومة أن تتسارع حتى أنها تنقذ صغار المستثمرين من الأمور اللي تحصل في البورصة من تعطل ومن تأخر ومن انحدار. صراحة لمسنا شكاوى كثيرة من يعني التجار الموجودين في البورصة، وعلى الحكومة أن تدعم الاقتصاد وكل ما يتعلق في الأسهم، وتنهض في الأضرار اللي ممكن تنتج أكثر في ضرر على التجار الموجودين في البورصة.